كانت امنيتي ان انا اقابل جلالة في النهاية. انا صراحة يعني جدا انبهرت بالموقف، وحتى تعابير وجهه تبين علي الدهشه. يعني جلاله الملك حضر، شلون بسلم الحين؟ شلون بوقف؟ مو بعرف يعني. وجه لنا كلمه، قال دائما احنا البحرينيين منصفين. كلمه جلاله الملك ما يتعبث يعني، من رجل حكيم. وصلنا روسيا بمعنويات جدا عاليه، يعني شاركنا بخبره اكثر، دشينا المباريات يمكن بخبره اكثر، ما كان عندنا ضغط مثل 2014. الحمد لله امورنا كانت جدا طيبه. اصابه ابراهيم، كنا طاقم بحريني متكامل، نقص واحد، فهذه الصعوبات اللي صارت قللت من حظوظ الطاقم. دائما نذكر اخونا ابراهيم بالخير في كل مكان، يعني حتى يوم كنا هالمره في روسيا، يعني دائما نذكره، يا ريت ابراهيم ويانا، يا ريت ابراهيم ويانا. في الفتره الاخيره للسنتين الاخيرتين، طبعا سيدي سمو الشيخ ناصر امانه كان له الاثر الايجابي بالنسبه حق الطاقم في اعداده، بالنسبه عن التفريق لمده سنتين. اذا الله اعطاني الصحه والعافيه اني اكون للمره الثالثه، وهذا انجاز شخصي بالنسبه لي كثالث بطولة، هذه هدفي حاليا. ولكن إن شاء الله تتهيأ لي الظروف وتكون الأرض خصبة، دام أن احنا نقدر نعطي والبحرين تستاهل أن احنا نعطيها، إن شاء الله راح نواصل. وأنا في خدمة الوطن، ورهن إشارة المسؤولين والقيادة اللي يأمرون فيه ويشوفونه، أنا في خدمتهم، دام أن احنا عندنا القوة والعزيمة، إن شاء الله ليش لا.